السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه بالذمة اليوان اللي أكلناها، وواضح أنها وحيدة الأجنة وليست متعددة الأجنة، لأن حتى ما في تقسيمات في البذرة مثل ما لاحظوا، لكن ما شاء الله نمو موجود فيها، يعني جاهزة، بس اللهم حطها وتوكل على الله. يلا الحمد لله ما ضاعت 62 درهم، الحمد لله على كل حال. بس لاحظوا يا أخوان، جذع واحد وتدي ونمو طالع، والبذرة يا أخوان بالنسبة للثمرة وحجم الثمرة، وتم وضع الجذع الوتدي في الماء ووضع الفلين لتطفو البذرة ولا تتعفن. طبعا براءة الاختراع لأخونا راشد لحفيتي، الله يوفقه، اختراع طيب ان نحط البذور في فلين. طبعا هو طريقته شوي تختلف، كل واحد حسب طريقته، ولكن لاحظوا طبعا هذه بذرة مانجو يا اخوان، وضعناها الجذر الى الاسفل والنمو الى الاعلى مثل ما انتم ملاحظين. اسبوعين ما شاء الله نمت البذرة وبطريقة جميلة، فقط ماء. طبعا الماء الاسود هذا اللي تشوفوه حطيت فيه امس، حطيت اللي هو روتكس مقوي جذور، لان ما شاء الله شفت الجذور ممتازه، وهذا نمو اليوان، بذره اليوان ما شاء الله تبارك الله. طبعا الفكره مثل ما قلنا فكره راشد لحفيتي الله يبارك فيه، اللي هو يخلي البذره تطفو والجذر يكون في الاسفل، فما تعفن البذره، والنمو ما شاء الله خلال اسبوعين ممتاز.